الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، أشكر فضيلة الشيخ وسيم زوق جزاه الله خيراً على استضافتي في هذا اليوم، وأشكركم جميعاً على حضوركم، وأنا فخور ومعتز بكم فرداً فرداً لاهتمامنا جميعاً بموضوع لا أقول لم يعطيه مجتمعنا الاهتمام اللازم لمكافحته، بل لم يعطيه حقيقة أدنى اهتمام، مع أنه ينتشر في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، حتى لا تكاد تخلو لا أقول منطقة أو بناية بل ربما منزل من هذا الوباء الضار. المواضيع التي سأطرحها الآن هي حصيلة أكثر من 10 سنوات من الجهد المتواصل، وأغلبها ربما أول مرة ستسمعون به لأنه يوجد تعتيم إعلامي كبير عليه، بل ربما لا أخفي عليكم ولا أقول سراً أن بعض المواضيع التي طرحت أو سأطرحها الآن قد أدت بأشخاص إلى أن يطردوا من عملهم لأنهم وقفوا بوجه التدخين بشكل قوي، وأخص بالذكر شخص هو مدير البرنامج الوطني السابق الدكتور جورج سعادة الذي خسر منصبه نتيجة جديته بمكافحة التدخين. كل ما سأذكره الآن وخلال وقت حسب ما خبرني الشيخ لازم خلال ساعة نكون نهين كل النشاط، هو جزء بسيط جداً من محتويات المكتبة الوقفية، هذه المكتبة التي تضم مواضيع عدة والتي أتمنى أن نتعاون معاً لتتوسع ولتكون في متناول جميع أفراد المجتمع لنكون سداً منيعاً في مكافحة وباء التدخين. وأطلب منكم جميعاً أن تحتسبوا وجودكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد حسبةً لوجه الله تعالى، يعني أولاً وأخيراً نحن أتينا ابتغاء مرضات الله، وكلكم تعلمون أنما الأعمال بالنيات. وأي سؤال أو استفسار أتمنى إن شاء الله بعد المحاضرة على الرحب والسعة، حتى إذا لم يتركنا الوقت عبر الشيخ وسيم اللي هو عمله قرب عملنا وبركاته تجينا عنا جزاه الله خيرا. قبل أن أبدأ أطلب من الجميع أن يتأكد أن لديه هذه المطوية المهمة، الكل معه هذه المطوية في ورق، يا ريت نعطيهم ورق الأخوات ما معهم. هذه المطوية الصادرة عن البرنامج الوطني اللبناني لمكافحة التدخين، وهذه أيضا المطوية، الكل أخذ هذه المطوية، فوائد السواك وأضرار التدخين الصادرة عن دار الفتوى، الكل معهم؟ جيد. وهذه بدل الضار بالمفيد الصادرة عن الشيخ محمد وهبي الذي أكرمنا أنه أتى معنا جزاه الله خيرا، الكل معه هذه؟ نعم. هذه الآن أم بعدما تنتهي المحاضرة يوجد مساويك لمن يحضر، ويوجد كتيب من رسائل النور، وتوجد جوائز مادية مقضية. والأسئلة أنا طرحت مع الشيخ وسيم قلت له شو رأيك بالأسئلة، قال لي لا بدنا نسهلهم إياها، يعني قد ما فينا بتكون الأسئلة بسيطة وبيقدروا يجاوب عليها، أعطيته قد نعم نعم، لذلك حتكون الأسئلة من المحاضرة نفسها إن شاء الله. هلأ نحن من فينا نبلش لما بقلنا أخ عبد الرحمن إنه نحن جاهزين كبوربوينت على نعم. بتمنى من الكل يقولوا اللهم إنا نحتسب إليك حضورنا في هذا المسجد، اللهم إنا نحتسب إليك حضورنا في هذا المسجد خالصا لوجهك الكريم، خالصا لوجهك الكريم، خالصا لوجه الله، فتقبله منا واجعله في ميزان حسناتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
التأمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله خيرا الدكتور الشيخ إماد قنواتي، وهو طبيب يمارس مهنته في مركز الصحة التابع لدار الفتوى، وأيضا هو عالم من علماء الأمة. أخذ على عاتقه قضية مكافحة التدخين، وكما تفضل لخطورة الأمر ولتفشي هذا الأمر، وسوف نرى الآن قطعية حرمة التدخين. يعني ما بقى أحد يجي يقولنا ويجادل أنه مكروه، لأن البعض للأسف يقول لك شيخ مكروه بس نأخذ نفس نهار السبت، معجم عجمي شوفي كمان معسل، وعلى عيبين الدكتور الراس الواحد الأرجيلي أديه عادل الآن بده يأتي معنا. ثانيا، بالنسبة للحكم الشرعي كما ذكرت، المفتى به الآن هو الحرمة، والآن في الحرمة والمفتى به ما بأس شيء، خلاص ماذا تحضروا قبل هو حرمة هذا الأمر لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والشيطان يأتي ويسول للإنسان أنه بس شحطة بتعبير العوام، أو هيك يخد جرب بس على الليلة، بس بيع المناسبة. هذا مقدمة للإدمان، هذا مقدمة للإدمان. لما؟ لأن النفس تتمنى وتطلب، والضرر الذي سوف نراه الآن الذي يحصل على الإنسان، نكون قد فرطنا بالأمانة التي أعطانا الله إياها. يعني نحن هذا الجسد أمانة، وهذه الصحة أمانة. هلا سوف نرى يعني الأضرار، لن يعني أطيل عليكم، نبدأ مع الدكتور. سوف نرى هذه الأضرار، وبالتالي شرعا طالما هذه الأضرار تترتب علينا وعلى من حولنا، نكون قد فرطنا بالأمانة، ولذلك نسأل عنها يوم القيامة. الله يجزيكم الخير فضيلة الشيخ. إن شاء الله كما ترون أن التدخين يضر أعضاء الجسم كاملة، وبالأخص الأعضاء الأساسية، يعني الدماغ والقلب، هذه الأعضاء الأساسية للجسم الإنسان بالإضافة إلى الرئتين. هنا كما نرى السكتة الدماغية، احتشاء عضلة القلب. ليه؟ لأنه الإنسان شهيق وزفير، دائما بحاجة إلى الأكسجين، بدل ما يأخذ الأكسجين المفيد يأخذ غازات السامة المضرة. كل سيجارة تحتوي على كما ترون 4000 مادة كيميائية سامة ومضرة، كوكتيل من المواد السامة والمضرة. طبعا من ضمن محتويات المكتبة الإلكترونية هي توثيق الحالات الوفاة التي تحدث في لبنان والتي تمر مرور الكرام. هذا خبر في جريدة اللواء، 3 قتلى في بارلياس والمجرم نرجيلة، صديق عسكري لبس، احتفلوا فيه انه الحمد لله، جابوا الأراجيل وناموا واختنقوا وماتوا، 3 قتلى في بارلياس. وبعد فترة قريبة كمان صارت حريق في جبال، حي بكامله بجبال، نتيجة شخص فات على محطة البنزين ومعه سيجارة بإيده، رميها ولعت المحطة وولع حي بجبال. أخبار متكررة تحدث ولكن تمر مرور الكرام ولا أحد يذكرها ولا أحد يهتم بها. نحن إذا بدي قلنا الشخص شو اللي بدل أنه كلامكم أنه التدخين يقتل، بكل سهولة وعبارة واضحة كانت من زمان يحطوها على علب الدخان، عبارة صغيرة كتير: وزارة الصحة تحذر. يعني وزارة الصحة هي اللي عم تقلك التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة. هلأ انلغت، صارت عبارة واضحة وتشكل حوالي نص علبة الدخان: التدخين يقتل، التدخين يميت،
التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة. يعني هن عم بيقولوا لك نحن عم نبيعك شيء يقتل ويميت. لذلك مثل ما تفضل الشيخ، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل علب الدخان محطوط عليها عبارات واضحة. للأسف بلبنان نحن حاولنا نحط صور كيف اللي معه سرطان الحنجرة، أو كيف اللي ماتت بالكانسر بالسرطان، أو كيف اللي رئته سودة مزفتة. بس هيدي يمكن مثل ما حكي مدير برنامج الوطني الحالي أستاذ فادي سنان، أنه ما في قانون بلبنان صار في أخذ ورد مثل القانون 174 على 2011 اللي هو القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. ما في قانون بلبنان صار في أخذ ورد مثل هالقانون. لذلك أوقف العمل بهذا القانون. صرنا نشوف المدخنين بالأماكن العامة للأسف المغلقة، وأكثر من هيك رفض وضع صور مرعبة ومنفرة على علب الدخان. هون إذا منشوف هيدي صورة واقعية، هيدول اثنين نساء توأم بجيل بعضهم. انظروا إلى هذه الصورة كيف هيدي وجه مشرق، بينما هيدي وجه والعياذ بالله شاحب حزين لأنها مدخنة. انظروا إلى أسنان هذه التي لا تدخن، بينما أسنان المدخنة والعياذ بالله كيف كأنه أكبر من عمره. عيونة الهالات السوداء، تساقط الشعر خاصة عند المرأة. المرأة أو الفتاة إذا دخنت سنة بتبين أكبر من عمرها 3 سنين. أنا عندي صديقي مسؤول مكتبة الـLAU بقرايتي، عم بيأجيني صور زملائه وزميلاته بالجامعة. قال لي شوف هيدول زملائي وزميلاتي، احتفلنا بمناسبة تأسيس أو مضي أعوام على تأسيس مكتبة الـLAU بقرايتي. قلت له هيدي بتدخن، هي ما بتدخن، هي ما بتدخن، هي بتدخن. قال لي ما شاء الله عليك، أنت تعرفت عليهم؟ منين بتعرفون؟ قلت له ما بعرفهم، بس انت عم تقلي زملائك وزميلاتك من جيل بعضكم، بينما شوف هيدي كيف مبينة اكبر منكم بكثير. بسهولة نحن نعرف المرأة المدخنة من غير المدخنة نتيجة الكولاجين. بس ما تقول دكتور هلأ مين مدخن مين مدخن. نعم. صايمين هلأ بعد ما شايفهم كمان بعد. نعم. لذلك بسهولة نعرف المرأة المدخنة من غير المدخنة نتيجة الكولاجين. هون نحن بدنا نذكر شغلة مهمة. بيجي لعنا على المركز الصحي لدار الفتوى بعائشة بكار، نسألهم للمرضى بتدخنوا، نعمل لهم الملف الطبي، طلعوا فينا هيك بحياتي ما حطيت سيجارة بتمي، شو هالقرف. شكرا. نسألهم بتأرجلوا، طلعوا فينا نعم، مش الأرجيلة بتضر. نعم حقيقة هكذا التدخين ضار بكافة أنواعه، ولذلك حطينا لهم بالمطوية أول شيء الأرجيلة، لأن هلأ حنوضح كيف جلسة الأرجيلة تساوي، كل رأس أرجيلة يساوي تدخين 100 سيجارة في جلسة واحدة والعياذ بالله. فامتنع عنه وتذكر دائما أيها المدخن أنك مؤتمن على جسدك ومجتمعك وبيئتك. تدخين رأس شيشة واحد يعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة في جلسة واحدة. الله يا لطيف، شو الانتحار؟ شو هيدا الانتحار؟ في ناس الصبح بدهم رأس أرجيلة والله قبل ما يروحوا على الشغل، والظهر وما بيحلانهم العشية إلا ما كمان رأس أرجيلة على السحور في منه. يا لطيف يا لطيف، انتحار. تلاقيهم فوق هيدي المصيبة بدهم أولادهم معهم. أنا والله شفتها، المدخن يمكن عم يأذي نفسه بس، بينما اللي بيأرجل ما بتحلاله جلسة الأرجيلة إلا مع مين؟ مع العيلة. ابنه اللي عمره 10 سنين، بنته اللي يمكن عمره 12 سنة، يلا مع بعضهم كلهم عم بيأرجلوا. فيديو انتشر على الواتساب وصلني، طفلي ما عمره 3 سنين عم تقلها لأمها أرجيلي بدي أرجيلي، شاهدناه وهيدا حقيقي. صحيح. نعم. لذلك هيدا بدنا ننتبه له. الأرجيلي تسرق، تلاقيه حاطت هالأرجيلي مسطل ريخية ما طالع من أمره شيء، والعياذ بالله تسرق يوميا الكثير من الوقت، أكثر من 50 يوم كل سنة. هل يعقل أنا كتبت شخص يفهم ويتنفس من ثاني أكسيد الكربون؟ هل يعقل؟ هنا حتى تكون تفاديا للإطالة، هناك شبهات وردود، شبهات وردود.
احنا مع ناس انا متاكد هن ووجودهم في المسجد دليل خير انه هن من مكافحين التدخين، بيعطونا افكار كيف بدنا نواجهها. بيقولوا لك انا مثلا كان عندي محاضره بطرابلس مع ناس مثقفين، ما بدي اقول وين، وحده بتقلي بعد ما خلصت المحاضره بتقلي بتشكرك دكتور، بس كل عم تحكي عنه عن اضرار التدخين والذبحه والسكته والرئه المزفته وما قادره نتنفس، هذا كله انا بعيده عنه، بتشكرك دكتور، هيدا كلام ما بعتبره كثير واقعي، منذ سنوات ادخن وصحتي بخير. هون كيف نرد عليها؟ مين بيعرف؟ اللي بيعرف دغري الجائزه موجوده، الله اكبر، فورا نقدا. مين بيعرف؟ غير وجهه، غير وجهه، هذا غير وجهه. في ثلاث أجهزة، معلش يمكن هيدا السؤال صعب شيخ، معكم حق، في ثلاث أجهزة هي اللي بتحكم على الصحة. قلت لها ما حضرتك اللي بتحكم على صحتك، ثلاث أجهزة. أول شيء جهاز عمر الرئة long life، جهاز نسبة أكسيد الكربون CO، وجهاز EKG الكتروكارديوغراف كيف وضع القلب. لذلك نسمع من الناس بيقولوا لك هيدي عبارة ما كان بوشي، كيف توفى بعده شاب؟ والله ما كان بوشي، فجأة طب ومات. لا يا جماعة، هو مهرهر القلب والرئة والغازات كلها السامة عم حشي بجسمه. تعرفون والله، وهيدي كلام مش من عقلي، للدكتور كفاح الكسار اللي هو أخذ على شهادة عالمية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، يقول أن أكثر من 80% من السرطانات في لبنان واللي هي عم تزداد نتيجة التدخين، أكثر من 80%. لذلك لما بيقولوا لكم ما كان بوشي، ما كان بها شيء، فجأة طبت وماتت، لا. ليه؟ لأن الرئة مزفتة. هي عم تقول ما بني شيء بس رئتها مزفتة. هي عم تقول ما بها شيء، والقلب والعياذ بالله هل كانوا تعبان، عمره 30 سنة بس قلبها كأن عمره 80 سنة. بالإضافة مثل ما تفضلتوا الوجه كمان يؤدي إلى هالشيء. في كتير بيقولوا لنا خاصة عند الأخوات ليه بتدخنوا؟ لأن التدخين بيسد نفسي عن الأكل. أنا لما بدخن ما بعود باكل، وهيك بنحف وبضعف كالمستجير من الرمضاء بالنار. لتهرب من إن ما تزداد وزنها لح تصاب بأمراض بالمعدة، سرطان المعدة وسرطان الحنجرة وغيره من السرطانات، مع إن لو إجت على المركز الصحي كنا أعطيناها وصفة سهلة ومش وصفة قاسية، بتنزل بالشهر 7 كيلو بدون ما تشرب هالسم هيدا، وما في واحد جربناه عليه إلا كانت النتيجة ناجحة 100%. نحن قلنا الأسئلة إن شاء الله تكرم عنكم، تكرم يسر، تكرم يوفر. علاقة التدخين بتهدئة الأعصاب، شوفوا هيدول حجج كيف تواجهوها. والله أنا بكون منكرز ومعصب، بياخد هيك سيجارة برتاح، أعصابي بتروق. شوف نرد عليه، مرد عليه بكتاب فارماكولوجي علم الدواء. بالكتاب فارماكولوجي في عبارة، نفتح على النيكوتين، no therapeutic for nicotine exists، no therapeutic use for nicotine exists، يعني ما إله أي استعمال طبي علاجي. وبل أكثر من هيك، نيكوتين increase blood pressure، يزيد ضغط ويرفع ضغط الدم. لكن ليه الإنسان بيرتاح لما بيدخن؟ هيدي فقط المدخنين، لأنه بيكون خرمان على سيجارة، دوخان على سيجارة، لما بياخد السيجارة بيرتاح. بيرتاح لأن الريسبترز بالدماغ بتروق، تاخد الجرعة. كيف اللي والعياذ بالله المدمن الحشيش إذا ما أخد الجرعة الحشيشة أو المخدرات بيضوج، والنيكوتين أيضا نوع من أنواع المخدرات. مسنون والتدخين، بيقول لك يا عمي شو قاعدين عم تحكوا، جدي عمره 80 سنة وطول حياته قضاها بالدخان، وروح شوفه ما بوشي، وستي كانت تتأرجل وما بها شيء. هيدول بيذكروني بحقل الألغام، راح على جنوب فات بحقل الألغام، فاتوا مية حقل الألغام، وصلوا آخر شيء 2، طلعوا ببعضهم قالوا له عم بيقولوا في حقل الألغام، ما في شيء، أي ألغام هيدي؟ هي وصلنا، بس نسوا ال 98 اللي كانوا معهم وراحوا على الطريق، بقيوا الاثنين بس. لذلك بدنا ننتبه، ما حدا يمرق لنا حجة، وإذا ما قدرنا نجاوبه راجعوني أو راجعوا الشيخ وسيم، نحن نرجع منساعدكم إنكم تردوا على الحجج.
مثلاً بيروت وتلوث الجو. كان عندي محاضرة بجامع عباد الرحمن على بربور، تعرفوه أكيد. محاضرة أخذت مني 4 أيام تحضير آخر المستجدات العلمية، وأنا كنت محاضرة بحب دائماً حضير، وثلاث أرباع الساعة إلقاء. أنا خلصت، في أسئلة، واحدة رفعت إيدها، قال دكتور أنا بتشكرك على المحاضرة، بس صراحة أنا بأرجل، والسبب أني أنا بصيف بالجبل، هي بتصيف بصوفر، هي نازلة من صوفر على بيروت بتشوف غطيتها سودة فوق بيروت، وكنا عم نشوفها، يعني اللي بيطلع على الجبل وبينزل على بيروت بيشوف غطيتها بيروت فوقها ضباب أسود. قلت لي يعني كنا عم نتنفس الغازات السامة، شو فيها إذا أرجلت؟ ما كلها بيروت ملوثة. قعدت بس طلعت هيك بالحضور، حقيقة المحاضرة اللي أخذت مني أيام بالتحضير ووقت بالإلقاء بظرف دقيقة عملت له مثل غسيل دماغ، صاروا يقولوا مزبوط إنه ما كلنا عم نشوف غازات الملوثة، شو في ضرر يعني إذا أرجلنا أو دخلنا؟ كيف فينا نرد عليها؟ مين بيعرف كمان في جائزة؟ مين بيعرف؟ حاج محدين تفضل. تفضل حاج محدين. نعم. لا ترد عليها بشكل علمي. ترد عليها بشكل علمي. أحسنت. شو بيطلع له؟ جائزة عمره. لا. هو شيء سواك. إن شاء الله. وبيت للسواك. بيت للسواك. وجائزة نقدية جزاه الله خيرا. أوه. نقدا هيدي. الله يجزيه خير. هيدي إن شاء الله بيعزم الشباب فيها على الإفطار. نعم. شوف شو رديت عليها. قلت لها حضرتك بتعرفي في قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة؟ قالت لي نعم، ورقمه 174 على 2011. قلت لها ليه صدر هيدا القانون؟ قال لأن الدولة اللبنانية بهمها سعادتنا ومصلحتنا وصحتنا. قلت لها صحيح، ولكن الدولة اللبنانية ما بتصدر قانون هيك مجرد يعني تمنيات، بده يكون كل قانون صادر على معطيات وحيثيات. قلت لها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة، ممثلة بوزارة الشؤون اللي هن اثنيناتهم فيهم مكتب مكافحة التدخين، وممثلة بالجامعة اللبنانية بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية، وبرعاية منظمة الصحة العالمية عملوا مقارنة بين أكثر منطقة فيها تلوث ببيروت. مين بيعرف؟ أكثر منطقة فيها تلوث. هيا نسأل. لا. نفق سليم سليم. نسبة التلوث تفوق ضعف ما هو مسموح فيه عالميا، يعني تروح والعياذ بالله نفق سليم سليم اذا بنشوفه مليس بالاسود بالزفت بالقطران، والعياذ ومن عوادم السيارات وبالغازات السامه. بينما قارنوا بين نفق سليم سليم وبين منطقه فيها 15 مطعم بس بتقدم اراجيل، بس 15 مطعم، وجدوا ان نسبه البوليوشن، نسبه التلوث بنفق سليم سليم نص التلوث بال 15 مطعم اللي بيقدموا اراجيل. يعني واحد يروح يشرب كبايه عصير او كبايه شاي طبعا بعد الافطار بنفق سليم سليم اهون له ما يقعد بال 15 مطعم بتقدم اراجيل. والله بهتت لما عرفت هالشيء. يا مثلا نعم، وتاكيد لكلام الاخ انه نحن انت عم تحكي من الجو، بس نحن عم نحكي من الواقع. هيدي هي الدراسه اللي قامت فيها الجامعة اللبنانية، الجامعة الأمريكية، وزارة الصحة، مكتب مكافحة الإدمان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرعاية منظمة الصحة العالمية. 15 مطعم، وجدوا أنه 15 مطعم يفوقوا نفق سليم سليم نسبة التلوث في نفق سليم سليم. لأجل ذلك صدر قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. هون هيدا الجهاز اللي قلت لكم عنه اللي بيقيس عمر الرئة، أنه أنا بدخن وما باني شيء. لا، في جهاز اسمه لونج لايف، هيدا جهاز الاي كي جي، هيدا جهاز اللي هون السي او بشوف قد ايه نسبة الغازات السامة، هون العلاج عبر الحجامة اكيوبانكتشر، عبر السواك بشكل دائم، وهو علاج وقائي ايضا. هون هيدي رسالة وصلتني من الدكتور جورج سعادي، هلا حنشوفها حقيقة للأمانة. ولما منقول كلمة جورج حتى ما يقولوا عماد قنواتي مسلم عم يضبط الأمور مثل ما بيتناسب مع دينه، لا. شو هي العلاقة بين فلتر السيجارة والخنزير؟ المدخنون يستنشقون هيموغلوبين الخنزير. دكتور شامبون، وأنا رسلته
وتواصلت معه وبعثت لي البحث كاملا، استاذ في جامعة أسترالية يقول إن أكثر من 100 مليون مسلم مدخن في المنطقة العربية يستنشق في سجائره مادة مشتقة من دم الخنزير تدعى هيموغلوبين الخنزير، تستعمل للحفاظ على تماسك نسيج الفلتر. حقيقة اللي بيمسك الفلتر السيجارة وبيحركه بإيده ما بيلاقيه مكون فقط من القطن، مكون من مواد لا تتحلل بسهولة، تحتاج إلى وقت طويل. اكتشف الدكتور شامبون أن هذا الفلتر يحتوي على هيموغلوبين الخنزير والعياذ بالله. يعني هيدي حرمة كمان إضافية. هون رسالة من الدكتور جورج السعادي، جورج بيقول جانب الدكتور عماد قنواتي، نود إعلامكم أنه قد وصلتنا أبحاث علمية موثقة ودقيقة عن وجود الكحول ومواد من دماء الخنازير الهيموغلوبين في فلاتر السجائر. هيدي علينا ننتبه، هيدا ما حدا بيحكي فيها، وإذا حكى فيها بيرجعوا بلفلفوها بسرعة ولا حدا بيتطرق له. علينا نكون حذرين وما بتمر علينا هالشيء. بالإضافة لهالشيء نحن نعرف أن أم الخبائث هي الخمر، ولكن جدة الخبائث هي التدخين. ليه؟ لأن اللي ببلش تدخين بعمر صغير فوق قد ينتقل إلى المخدرات. أنا ما بدخن الحمد لله، وأكيد أغلبكم ما بدخنوا لأنه من وجوهكم، خاصة ما شاء الله علينا استاذ خيرات بركتنا مبين عليه وجهه مشرق الله يجزيه الخير. كيف بينما المدخن هو في خطر وقوع في المخدرات. أنا ما بدخن، بيجي واحد بيضيفني سيجارة ملغومة هي سيجارة حشيشة بقول له والله يسلموا أنا بدي إياها. بينما اللي بيدخن بيقول له شو هيدي، خاصة إذا كان شاب وعبر والعياذ بالله سجائر الحشيشة بنصير بالأفيون والأبر، وعبر الأبر ينتقل الإيدز، وهكذا تدريجيا بصير أكثر تدريجيا. نعم. ولن يقلع للعلم، ولن يقلع مدمن التدخين عن التدخين عن المخدرات إلا بتركه للتدخين. مدخن المخدرات لن يترك المخدرات إلا بتركه للتدخين. يعني بيقول لك أنا كنت مدمن مخدرات سابق، طالما بعده عم بدخن ما ترك التدخين، معناتها في خطورة كبيرة إنه يرجع للمخدرات. هيدي بدنا ننتبه لها. هون منذكر بالمطوية اللي قلنا عنها ونقول كيف الوقاية. هلا بلشنا بالوقاية. أول شيء نفسك إن لم تأمرها بالطاعات ألهتك بالمعاصي. إذا ما بدي ضل عم تابع نشاطات الشيخ وسيم مزوق الله يجزيه الخير، يعبينا وقتنا بما هو مفيد في غيرنا في غمش. وللعلم أنا بعرف الشيخ وسيم مش بس عبينا وقتنا بالمحاضرات، كمان عنده رحلات، عنده مشاوير، عنده أشياء، يعني مش والله بس. نعم، عبينا وقتنا بكل النواحي، يعني جزاه الله خيرا. نعم. إذا لم تأمرها بالطاعات ألهتك بالمعاصي. الشعراء يقولون إن الفراغ، أنت بيجي الشيطان بيوسوس لي فراغ، قاعد فراغ ما عندي شيء، ما معبى وقتي، خاصة هلأ بالصيفية. مشان هيك طلب مني الشيخ وسيم نستفيد من موضوع تشغيل الشباب ويربحوا موضوع المكتبة الإلكترونية، أجر من الله وأجرة. فراغ وشباب عنده همة وصحة، مش والله ماشي على العكيزة وهدوني ما أوقع، عنده قوة. وجد في مال، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أية مفسدة. هيدا اللي بيفسد. لذلك نفسك إن لم تأمرها بالطاعات ألهتك بالمعاصي. علينا أن نملأ الأوقات بالطاعات، وعلينا أن نشغل النفس بالعبادة، وتبديل نمط الحياة بالتعاليم الإسلامية. حقيقة الإنسان المدخن هو إنسان مبتلى. نحن علينا دائما ننتبه، نحن ضد التدخين ولسنا ضد المدخن. المدخن هو خينا وحبيبنا، علينا أن ننقذه من التدخين، مش نحن نحاربه ولا نعيب عليه، بل نطلب منه أن يترك هذا وندعو له، وخاصة في هذا الشهر الكريم طبيا. الذي يترك التدخين من الساعة 8 صباحا لا 8 ساعات هو عنده فرصة لمدة أسبوع، عنده فرصة 50% يترك التدخين. فما بالكم الذي يترك التدخين 16 ساعة صيام ولمدة شهر عنده فرصة 90% يترك التدخين كليا. هون بدنا نقنع أول شيء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والتدخين تبذير، مافيا الموت تخدعك. ليش مافيا الموت تخدعنا؟ لأنه مافيا الموت شركات التبغ المميتة
بدأت تخسر في بلدان برا، في الدول الأوروبية. حتى أنا قرأت أنه في روسيا قوانين صارمة الآن لمنع التدخين، ما عاد في مزح مثل قبل. لذلك بدأت الخسارة تدب فيهم. وين بدهم يلجأوا؟ مين هي الفريسة اللي حتعوضهم خسائرهم؟ هي بلدنا احنا، بلدان العالم الإسلامي. والله حاطين شعار في أوروبا خلال أقل من 10 سنوات، 8 سنوات، بال 2025 يجب أن تنزل نسبة الإدمان إلى 5%. عندي صديقي بأحد السفارات الأوروبية، سألته عن رأيه بجهودي لمكافحة التدخين، قلت له شو رأيك؟ صار يضحك، قال لي بعد في حدا بدخن؟ قلت له مع الأسف فيه، وفي خطر على الشباب والصبايا كمان أنه يزداد عددهم كمدمنات ومدمنين. قال لي بينما ببلادنا في أوروبا بلش التدخين تدريجيا يصبح من الماضي، وخلال أقل من 10 سنوات لن يتجاوز نسبة المدخنين 5%. مشان هيك مافيا الموت تريد أن تروج هذا السم في بلادنا. أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مثل ما فضل فضيلة الشيخ، ما حنرجع نعيدها. ولا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والمدخن يؤذي نفسه ويؤذي أهله وأولاده. والخطر الكبير فيما يسمى الأرجيلة، يعني لما الإنسان بيدخن زوجته بتقول له قرفتني حياتي، ريحة البيت معبقة، ريحة السجاد، ريحة البرادي، كيف ما بتطلع، وقف لي هالدخان ما عاد فيني أتحمل. شوي شوي بيدخن برا، وأنا شفتهم ببلاد برا كيف بيطلع على الشرفة يدخن. بينما لما المرأة بتدخن هون الكارثة، العائلة كلها دخنت، الأولاد دخنوا معها، بدأت شركات التبغ تتوجه إلى المرأة، لأن المرأة إذا كسبوها كسبوا المجتمع كله. هون كيف فينا نقلع عن التدخين؟ نقول للناس أول شيء دعاء الشفاء، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. كلنا بنفتح على هيدي الصورة المطوية، هيدي طرق العلاج. داوم على قراءة دعاء الشفاء المأسور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء، نحن نوقن أن التدخين حرام. هذه فتوى من مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نصر فريد واصل. من أيمتى؟ من 99، مش من هلا، من 99. يقول سماحة المفتي جمهورية مصر العربية أن العلم قد قطع في عصرنا الحالي بأضرار استخدامات التبغي على النفس. ما عاد حدا يقلنا والله لا ما بتضر، ويمكن بتضر وضررها قليل وضررها كثير، ومثل ما تفضل فضيلة الشيخ أنه لا مكروهة، منين طلعت لنا الحرمة؟ العلم قطعيا التدخين يقتل، وشركات التبغ اعترفت بهالشيء وحطتها بعبارات واضحة. بما أن العلم قد قطع في عصرنا الحالي بأضرار استخدامات التبغ على النفس، لما في التدخين من أضرار تصيب المدخن، للعلم ما في التدخين أي فائدة. الفائدة الوحيدة للأمانة أنه هذه الشجرة، أنا رحت وشفتها بجنوب، هذه الشجرة شجرة التبغ هي أوراقة لا تأكل منها أي حيوانات أجلكم الله، لا بل حشرات إذا اقتربت منها تموت، ومن رحيق أزهارها لا تأخذ أي حشرة. الفائدة الوحيدة هي عندما لا يوجد دواء للجرب ينقعونها بفرطون للعلب للسجاير، بنقعوها بالماء وبيدهنوا فيها جسم للوقاية من الجرب. هذه هي الفائدة الوحيدة، لأن الحشرات بتموت. ولما في التدخين من أضرار تصيب المدخن وغيره ممن يخالطونه، ولما فيه من إسراف. من أضرار تصيب غيره، إذا معنى هذه المطوية نقرأ هون، تدخين أحد الأبوين أو كليهما في المنزل يشجع أطفالهم على الاقتداء بهم، يضاعف من تعرض أطفالهم لأمراض الجهاز التنفسي، التهابات الرئة والقصبة الهوائية. نحن دائما الرئة هي مثل الفلتر، هي دائما بحاجة للأكسجين، تنقي الأكسجين. لما بتلاقي عم يجيها الغازات السامة شو بيصير فيها؟ بيصير فيها التهابات الرئة والقصبة الهوائية، ومن ثم مرض الأنفيسيميا.
يساهم في تردي حالة الأطفال الذين يعانون من مرض الربو. صراحة أنتم بعيدين ربما عن الوضع الطبي، ولكن أنا بشوف كمركز صحي كل فترة بيجينا أطفال بحالة اختناق نتيجة أهلهم اللي هنن والعياذ بالله بدخنوا، ويجدر بالأهل المدخنين التوقف نهائيا عن التدخين. على فكرة هون بيسألوني بيقولوا لي كيف إذا ما نترك التدخين، نتركه تدريجيا؟ يعني واحد بدخن بالنهار علبتين أو علبة ونص، بيصيروا علبة بعدين بيصيروا 10 سواجير بعدين بيصيروا أقل، أم نتركه كليا؟ كليا. أحسنت شيخ، هذا أخينا بيربح جائزة كمان إن شاء الله. نعم لتركيا كم جائزة بقيين؟ 3؟ تقسم أنتو إياه على فكرة لازم نسأل الأخوات حتى ما يعقبوا علينا. لا الظرف يلا السؤال القادم للأخوات لازم هنن يشاركوا إن شاء الله. بس الأخوات اللي وراه هاي اللي عم شوفهم ولا في فوق؟ يلا حاجة عايدة شد الهمة، حاجة ندى في فوق تالا وريان يلا حتى يشاركوا. حاجة ملكي إيه بينوا هلا ما قلت شايفكم. نعم أهلا وسهلا. يجدر بالأهل المدخنين التوقف نهائيا عن التدخين رحمة بأطفالهم، أو على الأقل التدخين بعيدا عنهم. إن العائلة التي لا تدخن توفر لأطفالها الجو الصحي الملائم. شوف هالعبارة المهمة، توفر لأطفالها الجو الصحي الملائم. فيقول سماحة المفتي التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية، وهيدي فتوى من مصر، حتى ما يقولوا منين جبتوا لنا اياها الفتوى ومنين عم تشتهدوا وتحكوا، هذه فتوى من مصر من 18 سنة بال 99 مش من اليوم. نعم هون لمزيد من المعلومات في موقع يشرف عليه فضيلة الشيخ محمد وهبي الله يجزيه الخير اللي هو على الفيسبوك، بدلها بالسواك، بدلها بالسواك، بيعطي اهتمامه وبينزل فيه العديد من المعلومات المفيدة. هون التعاكس بين فوائد السواك وأضرار التدخين. حقيقة نحن نذكر بالخير أولا في لبنان الحج عبد المجيد منيمني الله يرحمه، اللي هو كان يزور المساجد وهو أثر فيني شخصيا، وهذا النشاط في مكافحة الإدمان هو نتيجة اهتمامه جزاه الله خيرا. الحج عبد المجيد منيمني كان يزور المساجد وبعد كل صلاة يعني صلى الظهر بمسجد يقول لهم للمصلين التدخين حرام، التدخين يقتل، حاجتنا نخدع بالإعلانات التي تروج للدخان. ولا ننسى أيضا دكتور زارنا بلبنان اسمه الدكتور رامي ديابي، توفى الله يرحمه من 3 سنين، كمان عطى مكافحة التدخين اهتمامه وعمل دراسة أخذ عليها شهادة الدكتوراه مقارنة بين فوائد السواك وأضرار التدخين. يعني التدخين معصية للرب، السواك سعادة بمرضاة الرب، التدخين نار ودخان وسموم، وفي بسورة إبراهيم وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. بينما السواك مرضاة للرب. التدخين شيخوخة مبكرة مثل ما قلنا ورائحة كريهة. يعني شو ذنبي أنا إذا ركبت بسيرفيس وطلع بدخين حاطط عطر ورايح على شغلي طول النهار حتطلع ريحتي مقرفة وبرجع بشلح التيبي وبغيرهم وحتضلوا ريحتهم تعيسة إلا إذا أخذتهم على المصبغة وشعروا كذا، شو ذنبي ورائحة كريهة. طبعا لازم نكون نحن حريصين أن اللي بدخن بنقول له عفوا أنا بتضايق. في كتير ناس بيقول لك أنا ما بقدر، بقول له نزلني. لازم نكون كمان نحن نرفض أنه نشم هالغازات السامة. بينما السواك جمال وطيب. التدخين يؤدي إلى الفشل العلمي والفكري بعكس الناس المغفلين اللي بيقولوا دخن عليها تنجلي، بينما السواك يزيد في العقل والفصاحة. التدخين يحتوي على مواد مسرطنة سامة، يعني حتى من صوته للمدخن خشن. إذا واحدة بتدخن هي عم تحكي بدون ما أشوفها بعرفها مدخنة، صوتها بتبين رجال، صوت رجال. بينما السواك يحتوي على مواد معقمة للفم مضادة للسرطان مبيضة للأسنان قاتلة للجراثيم. قديه بحس بقلبي هذا الإعلان اللي شفناه عم يروج للسواك بأوروبا، بينما في لبنان وفي بلدان الإسلامية لا أحد يهتم. التدخين جدة الخبائث ومفتاح أساسي للخمر. مدمن الخمر ما بيحلله الخمر إلا مع شو؟
مع التدخين، والمخدرات ببلش بالتدخين، بينما السواك سنة الأنبياء وباب للبركة. الكل سجل اسمه مشان الشهادات، الكل سجل. حاج عبد الله حسونة سجلت اسمك؟ العلماء يقولون أيها المؤمنون ما تركت سنة إلا أتت بدعة، عندما تركنا سنة السواك النافع أتت بدعة التدخين. ما تركت سنة إلا أتت بدعة. هون جبنا قلية مخصوصي حتى نحتفظ فيها بالسواك، هيدول حيوزعهم الشيخ وسيم لمن يستعملهم، وأنا نيابة عن الشيخ وسيم، إذا بتسمعني الشيخ وسيم في شخصين أنا متأكد أنه بيستعملوهم بشكل مهم مع سواك كمان، عميل معروف عميل معروف. اثنين، أول شيء الأخ خيرات، الله يجزيه الخير هونيك الأخ خيرات، والأخ عبد الله حسونة جزاه الله خيرا. هيدا أول شيء، ليش هيك؟ ننتبه. عندما نقول السواك مطهرة للفم، الحجة هونيك المشاركة كمان، حجتين بعضهم كمان ما شاء الله عليهم، حجة عايدة نعم. ايه والله ما شاء الله عليهم، اهتمام مبالغ. شيخ فيك يعني بتصرفك الموضوع خلص صلاة. نعم، بتلاقوا الناس بس لا، الحجتين بوجهي اللي شايفهم هونيك كمان تفضل، بيجوا بيستعمل السواك، كيف بيستعملوا؟ بيحطوا وبيضل مستعملوا لا يضيع. لا أيها الإخوة، عندما نقول السواك مطهرة للفم يعني علينا دائما نقص جزء منه، يعني كل يوم لازم هيدا البيت بنحط فيه السواك أول الأسبوع وبنرجع بنرفع شوي وبنقص بالسكينة. ليش؟ حتى يضل مطهرة للفم، لأنه هو عم بيعقم الفم، بيعقم الفم لمدة يوم واحد، بنرجع بنقص منه مقدار صفر كما يظهر هنا. كل يوم بنقص جزء وبنرفع، وبعد ذلك بنرمي السواك وبنستعمل غيره. يعني هيدا السواك ما لازم يهدي معنا أكثر من أسبوع، مش بيضل معنا ليضيع، بصير هو ملوث للفم بدل أن يكون مطرة للفم. انتبهوا هون. هلأ قربنا من الجوائز كمان، بس هلأ الشباب مع الأخوة مع حنسألوا للصبية فوق الأخوين. هون هذا السواك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من 5 إلى 10%. للعلم أكثر سنة ورد ذكرها في صحيح البخاري هي سنة السواك، أكثر سنة نبوية شريفة. السواك يستعمل عند دخول البيت، عند القيام من النوم، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، مع كل وضوء، الاستعداد للقاء الله، تغيير رائحة الفم، والكثير مواضع الأخرى وبعد الأكل. طبعا ما بضلنا حاطين السواك بتمنع وعم نستعمله بس بهالمواقع، يعني ما كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. صحيح الشيخ وسيم في ناس تلاقيه حاطين السواك ضلوا يعني عم يستعمل. لا ما هيك بيقول أنا ما... نعم، ما هذا المطلوب؟ المطلوب استعمال السواك في أوقات محددة، عند دخول المنزل، لا ما في السيارة، برافو، عند دخول المنزل، عند الاستيقاظ، قبل النوم، عند قراءة القرآن، وقبل كل صلاة. هون في أسئلة حنسألها للأخوات الموجودين فوق، هن حتى ما يقولوا عم ما هي أهم حالتين في حياة المؤمن يستعمل فيهما السواك؟ في حالتين. هلا اللي بيعرف بتعرف الأخت أكيد. تعالى تفضلي تعالى. تفضلي. سألي ماما ما بأسأل. ما هي أهم حالتين؟ في حالة في الدنيا وفي حالة لها علاقة في الآخرة. الصلاة. أحسنتي. الصلاة. الصلاة. جائزي دغري شيخنا الحبيب الله يجزيك الخير. ما بأسأل تتبرع فيها لزوجها. نعم. الصلاة. أحسنتي جزاك الله خيرا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة. وفي حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك.
صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. يعني مش مقبول بعد نترك السواك. في ناس شو بيقولوا، بنقول لهم تستعملوا السواك، بيقول لك لا ما أنا بستعمل معجون الأسنان. أنا بستعمل معجون الأسنان وأنا بستعمل فرشاة الأسنان، بس أنت بستعملهم بعض الطعام. السواك له مواقع أخرى بستعمله، هذا لا يناقض هذا. السواك نستعمله قبل الصلاة، قبل، عند دخول، نعم، بينما عند دخول المنزل. أيضا في موقع آخر يستعمل فيه السواك، وهو يوم، وهو مصيري جدا، مصيري جدا، عند الموت. بس نحن قلنا السؤال موجه للأخوات، متى يستعمل السواك في وقت مصيري؟ حج هونيك، عند الموت. عرفت كمان تربح معنا الجائزة، الله يجزيك خير. كثير هيك مضى حنا لها. نعم نعم، ما جاوبوني. ماشي بس. عند الموت آخر شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند سكرات الموت، أخذ السواك من السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا سألني شخص، ليش الإمرأة تستعمل السواك؟ ممكن يقول لكم واحد، ليش الفتاة أو تستعمل السواك ولا هو فقط للرجال؟ شو منجاوبه؟ في شعر جميل جدا قاله الإمام علي رضي الله عنه للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. مين بيعرفه؟ أنت بتعرفه؟ حاجة تفضلي. أحزيت يعود الأراك بصغرها؟ نعم. ما خفت يعود الأراك؟ نعم. لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. شيخ هيدي الهدية كمان الأخيرة. نعم أحسنتي. أبا في هدايا في كنت فلو. لا في كتب هلأ. عم نمزح معكم، الله يهديكم يا رب، خليكم. وفي المكتب الشاملي كمان، أحزيت يعود الأراك بصغرها. كانت السيدة فاطمة الزهراء تستعمل السواك، فنظر لها، نظر إليها الإمام علي وقال، أحزيت يعود الأراك بصغرها، ما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. لذلك بوكس نعم. آخر شيء استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ السواك من السيدة فاطمة، من السيدة عائشة رضي الله عنها واستعمله. والعلماء توقفوا مليا عند فعل آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الذي يستعمل السواك عند الموت ينطق بالشهادتين. مشان هيك عماد قنواتي دائما حامل السواك معه، حتى أول ما بيشعر بسكرات الموت يستعمل السواك، لأنه من نوقش الحساب عذب. بينما الذي يستعمل السواك وكان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة بغير حساب. بينما المدخن ماذا يقول؟ أبغي سيجارة والعياذ بالله. لطيف. إيه والله. هنا علينا الحذر. هون هيدا السؤال كتير مهم، كيف نحمي نفسنا؟ أول شيء وبالشكر تدوم النعم. نحن بس نخلي الصلاة نمسك سبحان الله الحمد لله. أيضا هذا تدريب لنا حتى لما منكون بين الناس نحمد الله. أنت نحمد الله؟ والله أنا كل ما مر حد قهوة أو أرى مدخنين أحمد الله عز وجل الذي عافاني من هذه المصيبة، وأدعو لهم بالشفاء. وبالشكر تدوم النعم. طالما أشكر الله على نعمة الصحة، على نعمة المعافاة من بلاء التدخين، الله بيديم نعمه علينا. كذلك نجزي من شكر. أيضا ندعو لهم بالرشد. هذا الواقع العربي، انظروا هذا واقع العرب. تخيلوا في الجمهورية اليمنية الآن، ما حنحكي سياسي، حنحكي واقع. اتهموهم لبعض الأطراف أنه في تمييز وفي مساجين عم يتعذبوا، قالوا أبدا، أوقات يأتيهم بعض العصر كالمعتاد. هيدا نوع من أنواع المخدر. الجبهات في اليمن تسكت بعد صلاة العصر. ليه؟ مش إكراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا،
ولا إكراما لقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، لا، إكراما لجلسة القاتل المقدسة والعياذ بالله. هذا واقع العرب. جلسة أرجيلة، كنا من زمان كنت نمر أنا ووالدي على البربير في محل ببيع أرجيل، طلع هيك قل له يا بابا شو هيدا المحل جوا؟ اللي هيدا مكان بائس، بكرة بتكبر يا ابني وما بتعود تشوف هالمنظر البائس. للأسف كبرت وتوفى والدي الله يرحمه ويرحم موتيكم، بس صرت شوف هذا المنظر البائس بأحيائنا وبشوارعنا وبزويريبنا حتى. هذا العربي، هكذا واقع العرب. بينما واقع نعم كمان دليفري صحيح. كم من مرة بيجي لأصعد على المصعد بلاقي ستوب شو هيدا جيب دليفري، هو بسعر رمزي 5000 ليرة. بينما واقع الأجانب التطور والأبحاث، وبعدين منقول يا رب ليه ما عم تنصرنا، يا الله ليه عم تقطعوا فينا، يا الله ليه عندنا نضل حالتنا مزرية. طيب ما انتو شو عملتوا؟ ما انتو شو عملتوا؟ ما انتو عم تقتلوا أنفسكم، انتو عم تنتحروا، انتو عم تأذوا مجتمعكم. تخيلوا في بلد مثل لبنان عدد سكانه 4 مليون، هو أكثر، أكثر من نصهم مدخنين على التدخين بأنواعه. والله مسؤول منظمة الصحة العالمية يقول لي 60% من أهلك ومن شعبك مدخنين يا دكتور عماد. شو بدك تشتغل لا تشتغل؟ 60%، خلينا نقول نصهم 50%، يعني 2 مليون. لو كل واحد من هالمليون من هالمليونين صرف حد أدنى دولار، بعدنا عم نقول هيدي ما بيحللها إلا الصبح، ومثل ما تفضل فضيلة الشيخ إنه كمان على السحور رأس أرجيلي، ومن عشية رأس أرجيلي وبيتخللها بنهار كمان رأس أرجيلي، يعني على الأقل 10 دولار. خلينا نقول بنهار دولار مش 10 دولار، وخلينا نقول هيدا المدخن مش علبتين دخان، علبة دخان، يعني بنهار دولار. عنا 2 مليون مدخن، يعني كل يوم بالجمهورية اللبنانية 2 مليون دولار عم تصرف على الدخان. لو هالمليونين دولار اللي عطيتهم للشيخ وسيم قلت له بعد ما نلاقي فقير ومحتاج شيخ وسيم بالشوارع وبالطرقات ما بيها حدا، ما بيها حدا بإذن الله. 2 مليون دولار في الجمهورية اللبنانية تصرف يوميا على التدخين. بجوزوا بجوزوا تعمل مشاريع للشباب، نعمل مشاريع، منساعد في التعليم، منساعد في نهضة الأمة، هيجي واقعنا كيف نفتح مصانع ومؤسسات للعلم. علبة الدخان اللي بيسترخصها الواحد بيقول حقها دولار، بس كل علبة دخان تؤذي الجسم ب10 دولار، وتؤذي وطننا الحبيب لبنان ب100 دولار، لأنه حنكون عالي على بلدنا. شو فدنا بلدنا لما قاعدين نحن بالشوارع وبالطرقات، أكيد ما بنقصد حضرتكم، بنقصد هالشباب الله يهديهم، بالشوارع وبالطرقات مسطلين وما عاملين شيء، شو فادوا بلدهم؟ شو كيف نهضوا كيف حينهضوا ببلدهم؟ وين هو مستقبلنا؟ الخطر على شبابنا وشاباتنا. للأسف اللي عم نشوفه بشوارعنا شيء مخيف ومرعب. إذا ما تحركنا كلنا، ما نفكر إنه موضوع التدخين مسؤولية عماد قنواتي والشيخ وسيم وخلصنا، هن بيقوموا. كل واحد منكم عليه مسؤولية، وهيدي الشهادة حقيقة تكليف قبل أن تكون تشريف. يعني أنا عرفتوا لما أخذتوا الشهادة صارت مسؤوليتكم كافحوا التدخين، ونحن معكم إن شاء الله. هون المكتبة الوقفية الإلكترونية هيدي هدافة كتيرة، من ضمنها نعمل معارض في جميع المدارس لنوعيهم. أنا كنت في العمرة من 3 سنوات مع حملة الشيخ محمد وهبي الله يجزيه الخير، رحت أنا وياه على مكة بلا تدخين، زرناهن عاملين مبنى 3 طوابق فقط للتوعية عن أضرار التدخين، في معرض صور وفي علاج وفي كذا. بقى نتمنى هذه المكتبة الإلكترونية تكون نواة لمعارض متنقلة، بالإضافة طباعة مطويات، دورات تدريبية، مشاركة في اليوم العالمي لمكافحة التدخين اللي هو كان ب 31/5 الشهر الماضي، افتتاح جناح خاص بمكافحة الإدمان بالمكتبات العامة. للعلم المكتبات العامة في بلادنا مع الأسف إلا ما ندر، يعني أنا بالنسبة لي بحكي عن نفسي، أحد مسؤوليات المكتبة بتقلي أنا صرت أشعر بأهمية وجودي نتيجة ترددك على المكتبة. أنا نفسي بروسيا لما درست ما في مرة لقيت محل بالمكتبة، يعني تخيلوا أنا هون مسؤولة المكتبة بتقلي منيح أنت عم تتردد، بينما بروسيا ما في مرة لقيت محل بالمكتبة، لأن دائما بيقولوا لي مكتبة معبية اطلع ما في محل. هون المكتبات عنا فارغة للأسف. هيدول لو بيعطوا الوقت
بعدين جلسات الأراجيل بيقول لك ما عندنا وقت، عندكم ما عندكم وقت، عندكم وقت لتهدروا على الدخان والأراجيل، هيدي حسرة عليكم يوم القيامة وحجة، ما عندكم وقت تجوا تحضروا درس. شيخ وسيم الله يجزيه الخير بيقرأ ليلا ونهارا يعطيكم زبدة الكتب، ما عندكم وقت، عندكم وقت لتهدروا فيما لا يرضي الله. نعم كنا نايمين الشباب أوقات عسلين، الله يهديهم، هن الخسرانين بالنهاية. هون المكتبة الإلكترونية اللي هي فيها برامج ومناسبات، هلا علينا كثير نقوي حالنا ونوعي عن التدخين، لان رمضان فرصه للاقلاع كليا عن التدخين، قد ما فينا نقوي حالنا ونشد همتنا ونعبينهم وقتهم. البديل هو السواك اللي بيعود اسنانه وتمه على استعمال السواك يترك التدخين كليا. وهون بدي نبه، السواك ايها الاحبه ثلاث انواع. في نوعية بيجيبوا لنا إياها من الحرم، هيدي الدزينة بخمس ريال، هيدي زبالة ريحتها معفنة، هيدي بتنكب دغري دغري من الحرم، بيجيبوا لنا على لبنان، من لبنان لازم نكبها بزبالة ما لها قيمة. في نوعية وسط أو جيدة، هيدي نقيت لكم إياها هي هاي. وفي النوعية الممتازة اللي هو بيجيبها أبو الحسن للعطور بأبي جامع القصار، هيدي أهم نوعية. كيف بنعرفها؟ فيها حر وخضرة، نعم فيها حر مثل الفجل. طبعا يعني انا جبت ثلاثة، واحدة حتكون للشيخ وسيم، الله يجزيه خير، واحدة للي بيعرف. في اسئلة، في اسئلة. هيدي النوعية والله ما حقول قد حق كل واحد منا، بس منا سهل، منا رخيصة. هيدي نوعية ممتازة على فكرة، اللي بيستعملها مش بس بيكره السيجارة، ما بيقعد يحب غير هذه النوعية من السواك. بقى حاسأل سؤال، نيه جهزوا حالكم، علاجات وحلول مثل ما قلنا، مالتي ميديا، فتاوى، بوستر وأفكار. السؤال اللي حأسأله، أهم موقع استعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم السواك؟ مين؟ مين؟ مين حكيت الأخت؟ أحسنتي، عرفت، عند الموت، تفضل، عند الوفاة قبل أن يموت، أحسنت حجي. طيب سؤال تاني، هو من الشيخ وسيم، هو حيسألكم إياه، تفضل الشيخ. قطران بأي آية وردت؟ نعم قطران ذكر الدكتور أثناء المحاضرة، بأي سورة؟ بأي سورة؟ بآخر أي سورة قطران؟ عمر قبلك كان خلص، بلا بالنص، انت وشو اسمه؟ ايه بيمشي الحال، او انت نهار هو نهار، طبيا ما بيمشي الحال الا بده يقص. تفضل اخ عمر، الله يجزيك خير، تفضل. طيب هون كيف نحن عم نعمل خطوات الارشفه؟ بس دقائق، نحن خلصنا خمس دقائق. اول شيء فرز وتنظيم، يعني بنفرز المقالات عن المجلات عن الكتب، بنرشفهم، هلا بنشوف كيف الطريقه. البحث عبر النت والمراسلة، يعني عندي كتاب أضرار التدخين حوالي 1000 صفحة، كتاب مجلد مجلدين، أضرار التدخين 1000 صفحة مجلدين. قبل ما أبحث نحوله لإنترنت، يعني نحوله إلكترونيا، بحثت عبر النت ما لقيت. رسلت مكتبات، في مكتبة المصطفى على الإنترنت اسمها مكتبة المصطفى، فيها كتب إلكترونية، رسلتها قالوا لي موجود هذا الكتاب وبعثوا لي. في حالة لم نجده بنسحبه سكان، بندققه وبعد ذلك بننشره إلكترونيا، لأنه هدفنا هو تعميم النفع وإهداء النسخة الأصلية. يعني هدفنا نحن كمان أنه يبقى عندنا مكتبة، هيدي المكتبة، هيدي هون في سي دي محتوياته بتعبي بدون مبالغة من الأرض للحيط بأربع أمتار، هون المحتويات الموجودة. هيدي كيف طريقة الأرشفة، طريقة حديثة ودقيقة. يعني أنا ما في نقول إنه والله علاقة الوفيات بالتدخين أو التدخين يهدد وصائف المخ، بقول إنه والله بيدخن بيصير معه ألزايمر أو غيره. تقولوني منين جبت هاي المحاضرة أو هالكلمة أو هالمقالة؟ بدي أقولكم جبتها من بيروت، اسم الناشر جريدة اللواء، تاريخ النشر أيمتى. يعني مثل أنا عم بوصف شخص، ما فيني أقولكم والله هيدا الشخص عمره تقريبا هيك وطوله هلقد تقريبا وما في أي علامات فارقة، بدنا أدق التفاصيل. هيدي الطريقة اللي نحن عم نأرشف فيها، وهون موجودة عندكم بالفهرس.
والشغلة بسيطة يعني منا معقدة، مهم بدها همة. وأنا هون نحن أجر من الله وأجره، قول الله عز وجل وقل ربي زدني علما، ما في أي وقل ربي زدني عقارات، ما في أي وقل ربي زدني سيارات، ما في أي وقل ربي زدني أي شيء من أمور الدنيا، وقل ربي زدني علما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمن علم ينتفع به من بعده. بيتمنى هو بالقبر لو أكثر من هذه الأعمال النافعة له في القبر. هون المكتبة الإلكترونية اللي هي تدخين ومخدرات وأيدز نربطهم ببعضهم، هي عم نشتغل أنا ومجموعة من الشباب لأنتجنا هيدا السي دي. وللعلم والله ما في شخص، وأنا في بيت من بيوت الله عز وجل وأمامكم، ما في شخص تعاون معي في هذه المكتبة إلا شايف على وجه الخير، بيكون هو ما عم بيلاقي شغل حقيقة. شيخ وسيم بتفرق حياته كلها، بيكون ما عم بيلاقي شغل فجأة بعد أقل من نص سنة بيصير ما عاد قادر يكفي معي، يعني أنا عم بخسر سبحان الله. أي والله. وعم ندفع لهم على الساعة مبلغ مالي، وإن كان هو رمزي ولكن له الأجر من الله. وبنتمنى إن شاء الله باهتمام الشيخ وسيم نقدر نكفي، تتوسع بدل تعبي كل المسجد على سي دي واحد، يصير محتويات المكتبة الإلكترونية. هيدي النسخة منا بأحد المحاضرات. والآن أنا انتهيت من المحاضرة. اللي أخذوا الجوائز بطلب منهم يجوا حتى ناخد صورة مع المكتبة الإلكترونية، جايب لهم إياها نسخة وكتاب من رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي، واللي هو عالم تركي زار العالم الإسلامي، حتى زار قازان على نهر الفولغا وكتب كلام رائع عن نهر عن مدينة قازان. هذا الكتاب فيه رسالة، رسالة الشكر، بتضم ثلاث رسائل، رسالة رمضان ورسالة الشكر ورسالة الاقتصاد. هيدي هدية لكل الموجودين، الله يجزيكم الخير، بس على شرط القراءة. وهيدي لمن يريد كيف خطوات الأرشفة الإلكترونية، ما بعرف شيخ وسيم نوزع نوزع إن شاء الله. نحن شيخ أنا انتهيت من المحاضرة. جزا الله عنا كل خير الدكتور عماد قنواتي على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناته وحسناتنا يوم القيامة. ولكن أختم بأن التطبيق 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 هو ثمرة أي محاضرة أو أي خطبة جمعة أو أي موعظة أو أي درس أو أي نصيحة. أي إنسان إذا يعني جلس في مجلس علم أو جاء أحد من الإخوة ونصحه بنصيحة إن لم يطبق هنا الخسارة، وهذا حجة علينا يوم القيامة. عندما يتعلم الإنسان الإثم يختلف عن الجاهل، أيضا الجاهل لا يعذر بجهله لكن لازم يسأل ويتعلم، ولكن هو يعلم الآن من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية حرمة وخطورة اليوم. الآن كنا نتكلم عن تدخين، فإذا حدثته نفسه يعني يقوم يولع النار للأرجيلي أو يشتري علبة تدخين أو يشتري معسل تفاحتين أو شو فيه هلأ نزل جديد عجمة أو كل هالأمور، يجي يتذكر هذه المحاضرة ويتذكر أنه سوف يسأل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل سقمك، يعني بكل إنسان هو يلقي بنفسه إلى السقم وإلى الهلاك كما بينا، بدأ أن يستغل هذا الشباب. ثانيا كما مر يعني معنا وذكر الدكتور، سوف نسأل عن المال، هذا تبذير. عندما ننفق هذا المال في الحرام ولو كان علبة سيجارة 2000 أو للدليفري اللي تأتي بالنرجيلة 5000 وأخ عبد قال بيعطوه راس تاني ما بعرف كيف جاء بنا المعلومات، فهذا المغريات للمنكر بتشوف كيف بيعملوا أهل الباطل. فنحن على الحق ونحن بدنا ننصح وبدنا ننهى عن هذا المنكر. ويوجد الحمد لله إخوة تركوا التدخين، يعني حاج حسن الله يجزيه الخير كان قبل ذلك سبحان الله يعني مبتلى، أي إنسان يبتلى في ذلك وترك. هلا طبعا إنسان نحن عم نذكر هذا الأمر من باب التحفيز، من باب ماذا؟ التحفيز على هذا الأمر، إنه في أناس الحمد لله تركوا التدخين ونجحوا بذلك.
تركوا. مش الإنسان يجي يقول مستحيل خلاص ما نذكر أسامي كلها سير بعدين عم تكين عم نفضح الشباب. أسأل صلي على رسول الله رئيس اللجنة الله رضى عليك الهدايا الله عليك بنقول لك أديت تكليفة الله يبارك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل مش بس بالكلام. يعني كتير ناس أوقات سبحان الله بتحكي أو بتسمع بس ما بتنفذ. ليه؟ بالدعاء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ماذا؟ أحسنه. فيتبعون أحسنه. نعم خلص لا بوادي جمسين ولا بغير بأي مكان. و يعني أوقات بعض الأخوة مثل ما ذكر الدكتور بيشجعوا الآخرين عن المنكر. يعني يكون هو لوحده بدخن بقول له لا بدنا جو شو بس أنا نزل أحسابي. قال له مصيبة خلص أحسابي أنا بدفع حقه. بصير شو خطيطات مش من البرد أو من التدخين ومن الضرر. كمان أمر ننبه عليه إنه الآن فرصة نحن في رمضان وكمان ذكر ذلك الدكتور بس نلقي الضوء عليها أكثر إنه نستطيع أن نمتنع من الفجر إلى المغرب في والله 16 ساعة. إنسان يعني عم ينتصر على شهواته ومدة شهر فهو قادر بعد رمضان يستمر على ذلك أو حتى برمضان ما يفطر عند الغروب الشمس على السيجارة. في ناس والله أذن دخل الوقت دغري ولع السيجارة فبيفطر على معصية. يعني هو صايم وبطاعة وبعبادة بيفطر على أمر ماذا؟ فيه معصية وفيه منكر. والبعض سألني إنه إذا والله والده وصي على كروز تدخين مثلا في بتعرفوا بسوق الحرة بجبون بيكون أرخص وأنظف. ما شاء الله لك خبرة الشباب وأنظف. فأنه بطيعه بذلك ولا لا يطيعه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو سافر إلى بلد معين كمان في تبغ والله بقول لك هذا أيوة حب نظيفي وما بعرف شو حبة الغناية وحبة وأرخص وقال ما بطيع. سواء يمكن والدك سواء والدتك سواء عم ولا بيقربوك ما بطيعهم بتعتذر منهم ما بتشتري. أو بالبيت عندك أنت ما بتدخن تقول لي والله بدول بيدخنوا وبعدين بيقولوا أنا ما عم بحسن الضيافة. من حسن الضيافة أنه أكرمهم أطلب لهم أرجيلي أو أعمل لهم أرجيلي. كمان هم ما في طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما بتجيب أرجيلي. إذا في أرجيلي شرعا بدها تتكسر. الأرجيلي شرعا شيء منكر والمنكر نحن مأمورون بإزالته. تفضل. إيه ما بنعطيها لحدا. لا الله يجزيك خير أخ بلال نبه. في بعض يقول لي الحمد لله وقفت تدخين. شوف لنا حدا شيخ نعطيها من الفقراء الصدقة. شو الصدقة؟ هذه صدقة صدقة جارية للحسنات بدنا ولا بجيب للسيئات أوزار يا لطيف. قالوا هنا بده يتخلص منها تتلف. فسواء الأرجيلي سواء العلب التدخين السيجارة سواء السيجار السيجارة الإلكترونية إلى آخره كل أي نوع من أنواع التدخين هو محرم شرعا. ويأثم من يتعاطى أي نوع من أنواع التدخين والاتجار بذلك حرام. يعني اللي بيبيع دخان ومذكورة هنا بالرول أب اللي بيتاجر بالدخان اللي بيبيع علب تدخين ولو بالسوبر ماركت أو بالميني ماركت هذا القسم من التجارة دخل إلى ماله ماذا؟ الحرام. لأنه بدأ أن يتعاون على البر والتقوى يتعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل أخ كل ابن من باب البر بأمه أو من باب البر بأبيه ينصحه إذا كان مدخنا أن يتوب إلى الله أن يقلع عن التدخين. فكثر من الناس كما ذكر الدكتور الآن بسبب التدخين رئته يا لطيف بلق انضربت في التهابات في سرطان باللثة سرطان في الفم الحنجرة إلى آخره الرئتين كل السرطان يأتي بسبب هذا التدخين. فيكون أهلك نفسه وأهلك ماله أي دفعه بالباطل وأهلك من حوله. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا حدا عنده سؤال يوجهه للدكتور الدكتور جاهز.